يا أهلا بالأهلة في كل مكان، والضفاف الزرقاء اليوم تزدان ألقا وبهاء، لقاء بنكهة مختلفة. باختصار لقاء العمالقة وموسيقى، أحلى موسيقى، موسيقى الجاز. موسيقى الجاز طبعا هي موسيقى سودانية صاخبة، تختلف عن الأنسول، طبعا البوب أنسول، وتعتمد على الارتجال في التركيبة الهارمونية للقطعة الموسيقية بصورة كبيرة، وتتفرع منها البلوز، وتتميز بالرزق المخالف، هي بحجم وقدر التنوع السوداني المختلف. ومعانا طبعا في السهرة ملوك الجاز بدون منازع. الأول حبينا إطلالته من كل شخصياته، هو فنان شامل كامل، حبيناه وكرسام، حبيناه ومن شخصية عمك تنجو، من شخصية الممثل، من الشخصية الحيوية اللي بتتعامل مع الأطفال قبل الكبار، وأكيد نال لقب ملك الجاز والصوت الحيوي والصوت الذي لا يشيخ ما شاء الله عليه، والاستعراض الجميل. أكيد بتحدث عن الفنان الدكتور شرحبيل أحمد. مرحبا بك يا دكتور، ويعني منورني اليوم كثير. شكرا جزيلا، أنا سعيد جدا بهذه الأمسية الجميلة وأسرة الهلال العظيم، وإن شاء الله نقضي مع بعض سهرة حلوة وطيبة إن شاء الله. ولقب دكتور، أنت عندك اثنين بدل الواحدة دكتورة. دي أستاذية بعد كده يا بروف، بعد كده ممكن نقول جامعة الأحفاد وجامعة السودان، اللي هي الدكتورة الفخرية لك، تستحقها، وأكيد أنت نلت الأستاذية من الشعب ومن جمهورك. جدا طبعا، لك التحية. أكبر دكتورة هي حتى الشعب. أكيد أكيد، دائما إن شاء الله منورنا بإطلالتك البهية، وأيضا يمتد الترحاب بآخر عملاق آخر في عالم الموسيقى والأغنية السودانية، طور فيها كثير جدا. يمكن في السبعينات هو تفوق على فنان إفريقيا الأول محمد وردي، وعلى كل الفنانين بتقنوا بالموسيقى الوترية، وعمل اسمه، وكان قريب جدا من المجتمع السوداني، من ويدان المجتمع السوداني، وحتى الآن لا زال موجود، وحتشاهدوه بنفس الحيوية وذات الصبا وذات الرونق وذات الألق وذات الجمال. أستاذ صلاح براون، أنا سعيدة جدا أن أكون في حضرتك، وبستمتع جدا بموسيقاك وبكل فنك بصراحة. أنا لذعت بالحقيقة. تكرم. والليلة أنا يعني زي ما قال الأستاذ شرحبيل، سعداء الاثنين. يا بختي أنا بينكم والله. يا بختي علينا إحنا طبعا. تكرم يا احنا مبسوطين النهارده يعني، وبعتقد انه الليله احنا قدمنا يعني حاجه يمكن تعيد الناس مره اخرى الى ما يسمى الموسيقى الجاز. ذكريات موسيقى الجاز. نعم. في عزرة ونقة و... نعم. وين هي موسيقى الجاز الان؟ هي موسيقى الجاز طبعا، انا طبعا عندي مشكله في الاسم بتاع موسيقى الجاز، لكن بقول انه شكل الموسيقى اللي احنا حسي قاعدين نقدمها الان اعتقد هي موجوده، يعني الاستاذ شرحبيل احمد ربنا يديه طول العمر والعافيه موجود في الساحه، البلو ستارز موجوده في الساحه، صحيح. القلب النابض موجوده في الساحه، فرق شبابيه اخرى زي فيرستي وغيره وغيره موجودين في الساحه، لكن مشكلتنا دائما هي الاعلام جزء من مشكله عدم وجودنا. يعني الناس بيفتكروا انه النازل موجودين، لكن احنا موجودين، يعني البلو ستار حسي شغاله في الفندق الكبير، وشغاله في محور الاعلام، ده محور كبير وشائك. طبعا يا ساتر، حنجيهم بصوت لهم كبير جدا، لكن خلينا نرحب بالاستاذ الاعلام المخضرم اكيد، والصحفي اللي قدم الكثير الكثير في سبيل اظهار موسيقى الجاز برونقه الطبيعي، وكتب ملفات كثيره في المجال ده، وسعيدين جدا اليوم تطل علينا على قناه الهلال الاستاذ عادل كرار. مرحبا بك. مرحب بجمهور ومشاهدي قناة الهلال الأهلة، وسعيد بإني أكون حضور في السهرة المميزة دي، بالتأكيد ضفاف زرقاء في رفقة عمالنا بحجم أستاذنا شرحبيل والأستاذ صلاح براون، وفي حضرتك بالتأكيد يا أستاذة سهام، ونتمنى أن نكون خفاف ولطاف ونقدم سهرة لطيفة للمشاهدين اللازم. أنت زي عندك تحفظ على لقب موسيقى الجاز بصورة كبيرة، وانت متابع للشريحة دي يعني من بدايتها ومن العهد الأول، وملفات كثيرة كتبتها في المجال ده، ليه تحديدا؟ انه هل، وطبعا في فرق كبير بين موسيقى الجاز وبين البوب، طب التحفظ عليه؟ التحفظ زي ما قال الأستاذ
صلاح براون اللي هو اذا قال هو عنده مشكله مع الاسم بتاع موسيقى الجاز، انا عندي معه مشكلتين باعتبار انه موسيقى الجاز جاز بشكل العلمي والمتعارف عليه نشأت في ولايه نيو اورليانز في امريكا في نهايات خواتيم القرن القبل الفات القرن 19 في الحقول بتاعت القطن كانوا فيها السليفز اللي تم ترحيلهم من افريقيا عشان يشتغلوا هناك في جنيه القطن، فكانوا بعبروا عن الآلام والأشجان بتاعت الاختلاع الروحي وآلام وعذابات العبودية عن طريق الهمهمات، ودي مرق منها النمط بتاع موسيقى الجاز، بعد ذاك مرقت منه السول ميوزيك اللي هي مربوطة بالشيل الوجداني ده، وبعد ذاك بيت معبر عن الهوية بتاعت السود في أمريكا قبل ما هي تبقى جزء من الثقافة الأمريكية ككل، يعني زي موسيقى الفلامينكو مثلا في اسبانيا بدوها الغجر كانت الايقاع الاساسي فيها كان بيبدا من الضربات بتاعت الحديد، اغلبيه الغجر بيكونوا شغالين في الشغل بتاع الحديد وغيره فبيكونوا منبوذين ومرفوضين برضو عندهم مشكله مع المجتمع، فده الجاز. اما الشيء اللي قاعد يتقدم اصطلح عليه باسم الجاز وانا افضل تسميه فرق الغناء الحديث اللي هو فترات طويله استاذ صلاح كان رئيس الاتحاد بعد الفتره بتاعت السي بي اي في 2005، فافتكر ده المسمى السليم. لكن الجمهور السوداني في الفتره اللي ظهروا فيها الرواد عثمان ألمو احمد مرجان استاذ شرحبيل في بدايه الخمسينات الشكل بتاع العده اللي كان متعارف عليه او الاوركسترا مختلف وتطور بعد ذلك، الشكل الغربي اللي هو الشكل بتاع الدرمز الالات بتاعت النفخ والنحاسيات دي، فاطلق على اسم الجاز اعتباطا زي تسمية الحقيبة اللي هي كانت شنطة أستاذنا رحمه الله عليه ورحمه محمد صالح يخد فيها الاسطوانات سموها اسم الحقيبة، فبقى غلط شائع. لكن في النهاية ما بيعني انه بر الوجدان السوداني، بالعكس مسير جميل جدا جدا وتجارب زي ما حنمشي فيها بعد شوية مستعرضة، تجربة سرة عندها خصوصيتها عندها قوالبها عندها شخوصها عندها مساهماتها. خلينا نسمع أول هدية للمشاهد الكريم اليوم، نبدأ بأستاذ شرحبيل ونسمع منه، مشاهد اكيد بينتظرنا وعايز متشوق لانه يسمع منك، نسمع ايه اول حاجه؟ والله اسمع اغنيه لو تعرف الشوق. يا سلام. كلمات صديق بيقول ابو امن، مش ابو امن حامد لكن هو من التشكيدين ومن الحاني طبعا، اغنيه لو تعرف الشوق. حبيبي تعال ليه بتنسى
لا 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 سلام يا استاذ اشرح حبيب، ايه الجمال ده وايه الارق ده والشوق محفز دايما كده، الشوق حراق صح؟ جميل جدا. الاغنيه دي تحديدا تغنت بها فنانه اثيوبيه واشتهرت كثير في مواقع السوشيال ميديا في الاونه الاخيره، يعني وصلت برضو بصوره اخرى. دايما الفنانين الاجانب يعني بعذبوك في غناك، ومحمد فؤاد من قبل وكذا، فدي حاجه بتبسطك انت ولا بتزعلك انه والله انه هناك بينتشر باصوات اخرى معروفه واصوات عالميه يعني او عربيه؟ والله طبعا ما يعني الواحد ما عارف يقول شنو، لكن هو الحياه الوحيده اللي هي الزول يعني بياخذها على المجموعات دي انه ما بيجوا بيسالوا يقولوا لي الفنان مثلا احنا عاوزين نغني اغنيه دي، ما بيستاذن، هم بيعمل شغل خلاص وكده بس، يعني بس يخط يدهم على الشغل وينتهوا. احنا مبسوطين عموما سمعناه باصوات اخرى ايضا، وانه وصلنا، ودائما عندنا مشكله انه ما قادرين نصل للعالميه للعربيه للافريقيه، لكن هم موجودين بغنانا وباصوات اخرى وبفنانين وكده، فربنا يتمتعك بالصحه والعافيه وشوفك دائما بذات العلاقه. عفوا، وطبعا العالميه دي الناس بيوصلوها، لكن في مشاكل كثيره بتترتب على الحته. حلقه مفقوده. في حلقه مفقوده، لانه طبعا الناس اللي برا اللي بيجوا عالميين لقوا مساعدات من جهات كثيره. يعني المثلث بتاع الاغنيه معروف انه الغن الشعر الكويس، الموسيقى والاداء. في ضلع رابع جديد اللي هو التوصيل، الحياه اللي بتوصل. بيجا مربع ما مثلث يا استاذ. مربع. فالتوصيل ده نحن عندنا ما ركب. رجعنا لنقطة الإعلام تاني. أيوه، تاني نقطة الإعلام. الليلة اليوم العالمي لإلقاء اللوم، صوت اللوم على الإعلام. أستاذ عادل، أنت الكرة في ملعبك، وفي فترة السبعينات الخرطوم شهدت يعني ثورة كبيرة لموسيقى الجاز بصورة عامة. لو اسمح لي أنه من خلال الحلقة يعني أستخدم اللقب زي ما بقوله، والمصطلح جاز البلو ستار، جاز العقارب، وعدد من الفرق الكثيرة اللي اشتهرت واختفت. السرشان حقيقة أنا أخو سهام، النهضة بتاعت الجاز هي قبل السبعينات كانت فعلا هي الفترة الذهبية، لكن هي النهوض الأساسي كان في الفترة بتاعت الستينات. الستينات يعني بدأت من الخمسينات. من الخمسينات طبعا. لكن بدأت تظهر الفراغ وبدأت التنافس حتى على مستوى المناسبات الاجتماعية، حفلات الاعراس الكذا وغيره وغيره، والمناسبات الثانيه بقت تنافس الفنانين، خلونا نقول عليهم الاغنيه التقليديه. لكن ده كان ما شيء مجاني، الحاجه دي كانت بتتم بشكل متكامل. خلينا نقول اي قبل ان تحفظي، اقصد ملاحظتك في فرق الجاز، الجزء الاساسي كان فيها كان في حامل مؤسسي او حاضنه قاعده فيها الفرق دي، اللي هي الخرطوم في السبعينات والخرطوم في الستينات كانت مهتمه بصناعه الزمن الثالث او زمن الترفيه. كان في انديه، كان في صالات، كان في مراغص، كان في فنادق. الفرق دي كانت الجزء الاساسي بتاع اللي هو كان في الزمن الثالث بتاع المواطنين في تاعنا الخرطوم. الخرطوم ورثت الطابع بتاع الحداثه من الانجليز، اذا سمح لي استاذ صلاح، اذا جزء من الناس الجاز وفرتهم لنا المؤسسه العسكريه والتدريب اللي جوه والتاهيل العلمي. وبعد ذاك هم بدوا النهضه بتاعت الجاز في الخمسينات، ازدهرت في الستينات، ظهروا ناس العقارب، مرحوم الطيب رابح وغيره. جاز الديوم والبلوستار، وين الفرق دي الان؟ الفرق دي بشكل اخر اندثرت. الحامل المؤسسي ده اختفى في سنه 83 مع اعلان قوانين سبتمبر، اتقفلت الاماكن اللي كانت بتقدم فيها الفرق دي.
ده دي دعامة أساسية اتفقدت فيها، اللي هي المكان أو الستيج اللي بيتقدم فيه النمط ده أو النوع ده من الموسيقى. فدي أكتر كانت ضربة اتوجهت لموسيقى الجاز. قبلها كان ظهرت الآلات دي تحت الريكورس، كانت الناس دي تقدم في كل إكسلسيور، البي إم، الكريزي هورس، الفندق الكبير، الجندول، الكازينو العايم، النيل الأزرق. يعني أستاذ شرحبيل وأستاذ صلاح يعرفوا الحتات دي بحميميته بكثافته وبتفاصيله، وكانت الفرق دي تتنافس ما بين الخرطوم ومدرمان، وبالعكس كمان فرق الجاز اللي كانت بتجي من الأغاني، جاز الرجاف، جاز الزاندي، يوسف فتاكي، عبر الناس، أستاذ عبد الله الدين، مانيسونا. يعني لي حاجات معاني كبيرة جدا وذاكرة حلوة جدا انتفت لي. الحاضن الأساسي بتاعها كانت الصالات دي اتقفلت. الحاجة الثانية التحتيم الإعلامي التم. الحاجة الثالثة ليه التحتيم الإعلامي تم؟ التحتيم الإعلامي الناس أنا بفضل النمط بتاع الأغنية التقليدية، وده كان عنده لجنة نصوص في الإذاعة مفتوحة له، إذاعة أم درمان، حتى الشكل بتاع الأوركسترا الموسيقية دي خلونا نقول كده كان بتفضل مزاج محدد من الأغنية، ده كان مفتوح له المجال من زمن ناس ديمتري البازر بالمناسبة، لحد تأسيس الإذاعة في 1940 لحد السبعينات ولحد يوم الليلة بيكون في تفضيل لده. فمسألة إنه نحن ما قدرنا ندير التنوع بتاعنا بالمناسبة، دي واحدة من أهم المشاكل. ما استفدنا من التنوع الثقافي الكبير وتنوع القبائل والموسيقى والإيقاعات الموجودة، التجارب بتاعت أساتذتنا ديل. نعم. الجزء الأساسي بتاعها مش إنهم هم قدموا لونية محددة يسمى الجاز ولا ما يسمى الجاز، هم استفادوا من الموسيقات السودانية يعني بشكل حديث. ياس عمر عبدو في جاز الديوم، أستاذ شرحبيل، أستاذ صلاح براو موظف إيقاعة المردوم، البقى هتلقي كمية اعتمدوا على البراس وعلى كذا. أستاذ صلاح، كان حلمك إنه يكون في دار لفرق موسيقى الجاز يعني، وكنت في وقت من الأوقات بتفتكر إنه في محاربة من فرق الموسيقى الحديثة على فرق الجاز. أنت خدتها كده على بلاطة يعني؟ على بلاطة، حاجات منتهى الشفافية. وأنا طبعاً ما بقدر أقول إنه في يعني حرب من اتحاد المهن الموسيقية أو في إحجام لفرق الجاز بصورة عامة، لكن أنا بتخيلي المسؤولين نفسهم بتخلي زي ما قال أخونا عادل زي عندهم رأي في الفرق بتاعت الجاز. وبعدينك أنا بفتكر برضو عدم إمكانية هؤلاء المسؤولين من إدارة التنوع الثقافي الموجود في السودان، برضو ده جزء من المشكلة بتاعتنا. يعني أنا لما أغني بالإستايل كل جديد محارب طبعا. لا أنا يعني بقولش لما أغني أنا بالإستايل بتاعي أنا بعمل حاجة جديدة. صحيح. لما يغني اي فنان من الفنانين الوتري بيعمل حاجه جديده. صحيح. لما يغني فنان بتاع الطنبور بيعمل حاجه جديده. لما يغني اي شكل من اشكال القنا البتيم بيعمل حاجه جديده. وبالتالي الدوله المفروض تهتم بكل هذه الانماط الموسيقيه. صحيح. يعني المفروض يكون في اهتمام بيجيها بشكل الوجدان السوداني بالضبط كده، بشكل الوجدان السوداني. وبعدين يعني اي جزء من 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 من, من الناس اللي بيلعبوا الاشكال الموسيقيه المختلفه دي عنده جمهوره. صحيح. وبالتالي انت تحترم الجمهور بتاعه وتحترم الناس اللي بيقدموا الماده دي. وبعدين لو ما الماده دي ذات ماده صحيحه وقويه ما 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 بتصمد. يعني احنا لو كنا بنقدم كلام فارغ ما مظبوط ما كنا وصلنا للناس، وما كنا على الاطلاق نوصل للناس. لكن دلوقتي احنا موجودين وصلنا للناس. بعدين تقول لك زي قلتوا كلام كده بانه وين الفرق، يعني انا بقول لك انه الفرق موجوده يعني. يعني الديوم الشرقيه موجوده وإلى الان في الساحه بتعمل شغل، والصار موجوده، جاز العقارب وين، جاز العقارب دول كلهم بيفكروا في انهم يعيدوا التكوين بتاع العقارب مره اخرى. لانه طبعا اخونا عامر ساكس بيقدموا فنونهم من خلال الفنادق الكبيره او الايفنتات او كذا فقط، البلوستار. لكن في 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 المناسبات العامه بنجدهم مختفين، مسجلين اختفاء. ما اذا كان انت بتسلطي ضوء على جهه معينه وبالتالي تلقائي كده انا الشيء المسلط على طول بطلبه يعني ايا كان شكله. جميل جدا. الان عايزين نستمتع معاك بواحده من اغنياتك الجميله اللي وحشتنا كثير، حنسمع ايه ان شاء الله؟ حتستمعوا لاغنيه اسمها التلفون، هي من كلمات اخونا فخر الدين عبد الرحمن، والحان والتوزيع اهلي لاخونا محمود توتو. ان شاء الله تعجبكم. ان شاء الله اكيد. نسمع. Thank you.
تلفون رامو وضرر انتري وابقى يا اهلي حدد يوم تعن علي شو تلفون رامو وضرب انت ليه وابقى يا اهلي حدد يوم تعن علي كان نفرغات يا جميل لا يا غال يا سهر اول دليل كان النكرة فتش يا جميل لا يا غال يا سهر اول دليل طبعا انت عارف المشوار طويل بس سيبك لي وقت يا كده مستحيل طبعا انت عارف نسيبك لوحدك يا أخي مستحيل شوف تلفوننا لا يا غال يا سهر أول دليل طبعا انت عارف المشوار طويل نسيبك لوحدك يا كده مستحيل طبعا انت عارف المشوار طويل نسيبك لوحدك يا كده مستحيل شوف تلفون
شكرا الأستاذ صلاح براون اكيد وفرقته الجميله جدا، وايه الحيويه والرقص ده ما شاء الله، الرشاقه واللياقه دي بتحافظ على كيف؟ عايزين السر. دائما الفنانين الشباب بيفتقروا للياقه البدنيه، وكمان عشان برضه لعيبه الكوره ذاتهم محتاجين يعرفوا السر. بقول لك يعني هذا الاستاذ شرحبيل يعني؟ لا استاذ شرحبيل حاسأله من حاجه ثانيه. لا ما شاء الله عليك والله الحمد لله. شغلنا تدريبات يعني مستمره ولا ايش؟ تدريبات بروبات مستمره، وبعدين ك الرقص ده احنا من بدري بنزاوله، وبعدين ك ما شاء الله الاعتماد على الارجل ولا الناس بيفتكر مع الموسيقى بالضبط. الله اكبر. ما شاء الله. انا عيني بارده. احنا دعوتنا انه من بدري يعني على الرقص وعلى الرياضه، وبعدين ك على المشي الكثير، وبعدين ك على مشاهده الفنانين وهم بيستعرضوا في الغناء بتاعهم، التغذيه النوم الباكر كذا كذا كذا، يعني الواحد بيحترم فنه وبيحترم. احنا طبعا طبعا قصه التغذيه الحقيقه ده ما نقدر نتكلم عنها لانه الظروف شويه تعبه. لكن ما شاء الله عليك يعني، لكن بنحاول نرتب امورنا بقدر ما نستطيع يعني. نعم. ان الامور تمشي في الاتجاه اللي احنا عاوزينه. جميل جدا. و انا طبعا عندما بديت اغني غنيت لي جيمس براون يعني. صحيح، هو الاسم جه من براون، جه من جيمس براون. جيمس براون ده كان بيرقص ما بيعرف يغني ساكت. ممكن بيجي تكلمت عن السول ميوزك، هو الـ هو الـ هو الـ الخلق الموسيقى السول جيمس براون. فكنا بنرقص على موسيقى السول ده رقص عنيف، وبالتالي من الوقت ذاك وهنا الان بحاول دائما اني اجهد نفسي في انه ما شاء الله ربنا يديك الصحه والعافيه دائما، ودائما نشاهدك بذات الحيويه وذات الألق. بما انه تحدثنا عن عن اللقب ايضا، ننتقل لاستاذ شرحبيل واللقب، لقب ملك الجاز واللي توجك كملك للجاز، برضو قصة طريفة أو كان تتويج كبير في مناسبة حقيقة طبعا في نادي نيو سان جيمس، طبعا كان في نادي اسمه سان جيمس بتلعب فيه فرق أجنبية، انتهت مدتها بتاعت العقودات وبقت ما بتلعب في سان جيمس. عفوا، فخضع نادي سان جيمس لتعديلات وتصليحات واخذ العطاء بتاع هذا العمل استاذ صديق لينا من مواطنين ود مدني سير عبد الماجد، نحييه من هنا. وقام مسك صلح نيو سان جيمس وعمل فيه ديكوريشن تصليحات عديدة جدا، وبدل ما اسمه سان جيمس كتب عليه نيو سان جيمس، سان جيمس الجديد. واتفق معنا عشان نحييهم حفلات دورية، افتكر يومي الخميس والسبت كده الناس بتجي تسهر وتتعشى وتقضي سهرة جميلة. ونحن في الحكايه دي طبعا وصلنا راس السنه والكريسماس، فكانت في حفله كبيره احتفال كبير جدا في نيو سان جيمس، وكانت الوقت ذاك الحياه الاغاني في اوجها وفي قمه يعني اشتهار وكده. ففجاه نحن قاعدين نغني قام السير عبد الماجد اللي هو مدير الصاله يعني قطع البرنامج وتاريه، هو مشى عمل له ميدالية بتاع الذهب كده وهناي، وفجأة اعلن قدام الجمهور انه يا جماعة احنا دارين الليلة نحتفل، محتفلين برأس السنة وكده، ولكن عايزين كمان نحتفل بفنان كبير شرحبيل ونلقبه ملك الجاز، والله عارف بس دي ميدالية استحقها اكيد. ف بقول لازم اقول ايه ملك الجاز، ملك الجاز صار لا. جميل، في نهايه الخمسينات وبدايه الستينات ظهرت موسيقى مغايره، والناس بتقول انه الفضل بيرجع للموسيقات العسكريه، احمد مرجان، عبد القادر عبد الرحمن، محمد اسماعيل وغيرهم وغيرهم. خلينا نرجع بيك لزمن الروك اند رول. الحقيقه طبعا في الوقت ده بعد الحرب العالمية طبعا الثانية وكده، والعالم كله دخل في حتة بتاعت سلام وتغيير،
تناول جديد لموسيقات كثيرة. يعني خلوا الموسيقى التقليدية بتاعت الفاصل بالقصبه سلو كده وهناي دي. فبدأ الناس طبعا الدول الصناعية تأثير كبير جدا في الحتة دي. طلعت مؤلفات كثيرة جدا موسيقية من دول كثيرة مختلفة, من دول لاتينية بالذات. طلعت السامبا والرومبو والتانجو من الأرجنتين, ما بعرف شنو الفالس من روسيا, وحاجات كده كثيرة جدا جدا. وفي الغرب يعني ظهر الجاز ومشتقاته في الجزر الكاريبي, ظهرت الكاليبسو وأغاني الفولك ميوزك, كل هذه اشتهرت. فجات في الخمسينات طبعا السينما كان لها دور كبير جدا في الحتة دي all over the world طبعا. والسودان طبعا ما جزء من العالم, التأثير برضو جاء علينا هنا. ظهرت الأسطوانات الجميلة وظهرت الأفلام الجميلة. كانت السينما طبعا من الحياة الجميلة جدا, لها أثر كبير جدا في الثقافة الموسيقية. كانت أفلام موسيقية بتجي جميلة جدا. وظهرت بالهنا ان ذا كوميت اللي هو الروكر اراوند ذا كلوك في الوقت ده, كانت السينمات كلها ظهرت. الموسيقات العسكرية عندنا ما كانت بعيدة من الشيء ده, لأنه هم ذاته كانوا ناس مثقفين ودارسين ولعبوا موسيقى غربية, خاصة أيام الحكم الثنائي كانوا بيلعبوا في القصر الجمهوري دي مقطوعات غربية جميلة دي بالنودة, وكانوا ممتازين جدا. نايت كلوب. فالحياة دي كلها مجتمعة, كلها يعني كانت دافع كبير جدا لناس كثيرين انهم يحاولوا الحاجه دي. انا واحد منهم تاثرت بالموقف ده, رغم ان انا بديت وتري, بديت بغني بالعود كصوت جديد, غنيت اغاني كثيره جدا يمكن الناس يعرفوها. في الخمسينات يا استاذ, الخمسينات هي لعوف الحب عرفته, من اشوفك تاني, مين يا حبايب, لا من في حبة جاي, وحرمت حبني تاني, سهاد. انا اغاني كثيره من النوع ده, مجموعه من الاغاني اللي قدمتها في الاذاعه. الان حتقدم لنا شنو منها؟ حباسي حسا حقدم لك اغنيه الليله الهادي. يا سلام. من كلماتي والحال. ما أجمل الليل في حضرتك. نسمع الليلة هذه, تفضل.
لمسك ولمسك يا طبيب الطبيب أوه انت هنا روحي معاك انت هنا روحي معاك أوه سودي وبعدك تمنعني حبيبي الله عليك يا استاذ شرحبي ربنا يديك الصحه والعافيه ودايما نشاهدك بذات الجمال ده دايما بتمتعنا بكل اطلالاتك استاذ عادل لو حنعود لمحور الاعلام وعدم التوثيق لموسيقى الجاز يعني خاصه في الاذاعه اذا استثنينا استاذ شرحبيل نلقى استاذ صلاح عنده عملين او اقل او اكثر قليلا عثمان المو وغيره يعني ما في توثيق كبير اوكي هنتكلم عن محور عدم توثيق الإعلام لموسيقى الجاز بصورة كبيرة رغم أنه كان طاغي جداً خاصة من السبعينات وكذا ونتحدث أيضاً عن الهمهمات اللي بتقول أنه بعض الفنانين حاولوا يحاربوا موسيقى الجاز باعتبار أنها دخيلة ويمكن الآن اللي بيجدوا فن الراب كل حاجة جديدة هي بتحارب باعتبار أنها جديدة على الذائقة المستمعية لكن إلى أي مدى نجحوا في ذلك في أنه يغمعوا هذا الفن الجميل من أنه ظهور بصورة تليق به حقيقة سؤال جميل جدا يا سهام موسيقى الجاز يعني واحدة من المشاكل اللي واجهتها عدم الظهور بالحجم الكافي لو عرفنا انه احنا هي كانت البريمو الفترة بتاعت الستينات والسبعينات لكن ده ما كان عنده الظهور المعادل له في الأجهزة الإعلامية في الإذاعة والتلفزيون يعني باستثناء الأستاذ شرحبيل والتسجيلات اللي انتوا قلتها بتلقي مثلا في تسجيل في التلفزيون زي ما بيقولوا تسجيل يتيم لمندريه في اسود ابيض على ملون ما في لاسباب كثيره ممكن انا اقول في انها جزء انه لمندريه الله يرحمه يعني دائما الناس في الجزء علاقتهم بالرياضه هو كان لاعب باسكت كمان كان كابتن الفريق القومي باسكت مع خميس جلقدوم اسماعيل الحبيل في جمباز في برضه كان جيلاني برضه عنده عمل ولا عمرين في ما بل ايوه جيلاني عنده فرق ما بالحي اول حاجه انه الموسيقى دي جزء منها راقصه فيها البرفورمانس فيها الجزء بتاع الاداء ما يعني هو اتهام او فرضيه خلينا نقول بشكل علمي بيسموها فرضيه
محتاجين انه الناس تبدا انه النوع ده من الغنى في فتره الفترات المزاج المحافظ ده ما بيتوائم معه. يعني تخيل انه فتره الفترات كان كله مجموعه بتاعت فرق بيكون موازي ليها مجموعه بتاعت راقصين، والراقصين دول ما بالضروره يكون هم بس اولاد، يعني مثلا ناس السروجي، عبد الرحيم بومبيدو، طيوبة، ابراهيم افريكانا، ياسر عبد الله يب عندك فرقه الديم للرقص الحديث اللي كان فيها المرحومه رحمة الله نازلي فسطينو، فبتلقي ليلى فسطينو، فبتلقي ده المزاج المحافظ ما بكون محبز ده. دي من ناحيه اولى. من ناحيه ثانيه كان في اشراعات، كان عشان ممكن سلبيين، كان في برنامج ركن الموسيقى اللي كان بيقدمه استاذنا فيصل الصادق ربنا يديه الصحه وطول العافيه، ده ادى مساحه كبيره جدا جدا لموسيقى الجاز في وفرق الموسيقى الحديثه. وافتكر ساهم حتى طلع اسامي ودعم نجوم وشباب من ضمنهم استاذ صلاح وفرق اخرى، يعني دي كانت من الاشراقات. فالذاكره بتحمل نوع البرامج دي. انا حسي حتى ذاته استاذنا فيصل الصادق يعني زي ما بقول هسي في اغاصي الاهمال بتاع الذاكره الاذاعيه، ذاتها من الحاجات المؤسفه جدا. فما اعرف التقصير ده مفترض احنا نحاول نعالجه كيف. ولاحظي هسه في طفره كبيره جدا جدا في القنوات، في الاذاعات الاف ام وغيره، مفترض يكون في تركيز ورد اعتبار ويسمع هسه الاتجاه للموسيقى الجديده. لكن دي حنجي لقدام نقول انه لازم تكون بنفس امتدادات فرق الرواد دي اللي هي بتقدم محتوى سوداني. انا شايف اغلبيه الفرق بتاعت الشباب الجديده الشغاله في النمط ده من الموسيقى بتقدم اذاعات موسيقى غربيه، ريجي، راب. في اتهام معاكس يا استاذ صلاح بانه الاعلام ما بيهتم بموسيقى الجاز لانكم اصبحتم خارج نطاق ذائقه المجتمع السوداني. ويعني انا اضيف برضه رد الكوره لملعبكم مباشره. انا اضيف لكلام اخونا عادل، هو فعلا في السبعينيات في الثمانينيات ما كان في تسليط بتاع اعلام على الفرق بتاعتنا، لانه كان كل الفرق تقريبا ما عدا استاذ شرحبيل وجلال الواسط وكمال كيل في بعض الاحيان بيطلعوا قناة عربي، وبالتالي في فرصه عشان يخشوا الاذاعه ويسجلوا. يمكن احنا كلنا عندما قمنا في الفتره بتاعت الهوجه بتاعت القناة الغربي كنا بنغني بالانجليزي، كنا خواجات ما كنا نغني عربي، وبالتالي الاعلام انا بعتقد في الحته دي وكان له حق فانه ما يصل على موضوع بالحج اللي احنا بيكون موجودين بيه في الساحه. الان الاعلام مفتوح في السوشيال ميديا، لكن انا عشان كانكم تسهروا. نعم ما, ما مش معقل في الكلام. يعني احنا بعد ذاك طبعا فطننا المساله وابتدينا ننتج في عمل عربي، ومش عمل عربي وبس، بل استفدنا من الايقاعات المحليه بتاعتنا. والحسي شفتني قد قلت لكم بها كم نموذج صحيح على النوبه وعلى التمتم وعلى المردوم، وكان في طبعا في قعدت كده كان ممكن نعمل على شغل. ففي الفتره دي حس عادي الان في فرق كثيره جدا جدا عندها انتاج بالعربي، لكن في 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 تقصير اعلامي. والتقصير الاعلامي مش اقصد انا القنوات بس بتاعتكم، حتى المسؤولين في الدوله، المسؤولين في الدوله، حتى المسؤولين في الدوله لما نمشي عشان نتكلم معهم عشان هم يتدخلوا لفضل الاشكال اللي بينه وبين الاعلام بيكون عندنا وعود بس، لكن ما في تنفيذ. في دعوات من المسؤولين للمشاركات في مهرجانات قوميه كذا ولا لا؟ ما طبعا الا تفرض نفسك فرض، لكن الا تفرض نفسك فرض وبعدين زي ما قاعد اقول لبعض احنا يا جماعه حاجات بيجينا انتزاع ما معقول. احنا المفروض يعني كل اللجان بتاعت المهرجانات، كل اللجان بتاعت حتى الان الموجودة يصحيح. حتى اللجان الموجوده في الاذاعه دي معركه طويله. ايوه معركه طويله. حتى اللجان الموجوده في مجلس المياه الموسيقيه مع اخونا شرحبيل احمد، يعني ايه اللي احنا ننتزع انتزاع حاجاتنا؟ لكن ما في حاجه كده تلقائيه كده زي موجود في العالم كله انك انت رجل فنان يجب ان تحترم، يجب ان تقدر، يجب ان يكون عندك يعني وضعك كفنان ويدعوك ويقول لك تعالي فلان. يعني زمان كان بتذكر بالنسبه للتلفزيون كان اسمه يا استاذ شرحبيل الزول ده كان بيتصل له التليفون يا فلان الفلاني عندك حلقه في التلفزيون في اليوم الفلاني تجي معك الفرقه بتاعتك بدي انت محترم ومقدر. لكن حس عادي عشان امشي اغني في التلفزيون. انا مشيت قبل فتره بدون برضه ذكر اسماء، مشيت قلت له يا اخي انا والله عندي فكره
بدأت أننا نعمل برنامج أو حلقة عن إيقاع التمتم. إيقاع التمتم ده ليه الأثيوبيين استفادوا منه وطلعوا العالم برا ونحن في السودان ما قاعدين نستفيد منه؟ ليه؟ أنا عايز أعمل علقة على الحكاية دي. فقال لي يا صلاح والله ده مشروع كويس وجميل وبتاع، لكن أمي جيب لنا رعاية. معقولة؟ لكن معقولة؟ لكن معقولة صغيرة أستاذ صلاح، والحياة الخريفة في الموضوع إنه برضو في بداياتكم كان في ناس بتغني بالإنجليزي، هو درديري، ما كلنا بنغني بالإنجليزي كنا. يب أستاذ شحاب بتغني بالإنجليزية وبالفرنسية وبالسواحلية، وصل لكل الناس. ومعليش يا أستاذ عادل، لكن فعلا مسألة الرعاية أصبحت هيدك لكل المبدعين، إنه كل مبدع يحاول يعرض إبداعه لقناة محددة ويقول هات الرعاية بتاعها. لكن إحنا في قناة الهلال زي ما شايف ما عندنا، ما بنقول لحد هات رعاية. نسمع منك تمتم ولا قانوبي؟ لا بتسمع مني حاجة أغنية اسمها اندهاش، هي كلمة الأستاذ صادق الياس، هي برضو ألحاني وتوزيع برضو. أدهشنا باندهاش إن شاء الله. اندهاش طبعا. شفناه ماشي يا جماله يا بلاش، ها شفناه ماشي يا جماله يا، ها شفناه ماشي يا جماله يا بلاش، ها شفناه ماشي يا جماله يا شفناه ماشي يا جمال يا بلاش، بالنهاية
ماشي يا جمال ويا ترتاح الاله اللي هو سووا ما بعيد اجمعنا سوا يا جمال زادوا كترتوا وفي وحدة وفي ترتاح الاله اللي هو سووا ما بعيد اجمعنا سوا بها شفناه ماشي يا جمال يا بلاش بها شفناه ماشي يا جمال ويا بابا بابا لا 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 شفناه ماشي يا جمال يا بلاش عندها شفناه ماشي يا جمال ويا عندها شفناه ماشي يا جمال يا بلاش عندها شفناه ماشي يا جمال ويا عندها شفناه ماشي يا جمال يا بلاش عندها شفناه ماشي الله عليك يا استاذ وعلى فرقتك ودائما ان شاء الله يعني بذات الجمال اللي نراك فيه. شكرا. استاذ شرحبيل لفت نظري انت بتتحدث تحت الهواء قبل التسجيل عن انه الخرطوم نفسها زمان في الستينات وزمان السبعينات وفرق الجاز وكذا كانت لها رونق اخر، اين تسهر هذا المساء؟ فرق في كل الانديه، السينمات، حتى المناسبات. قلت لي انه فرق بين الان والخرطوم زمان، زمان الناس بتتفاعل، انت بتتمنى انه الحفل ما ينتهي ابدا، الان اداه واجب وناس بتاكل اسنام الفنان بيغني، اطفال جاريه في الصاله وده صوت عتاب للاسر يعني. حتى كان في مسابقات لعروض الازياء وملكات الجمال وانت عملت بعض الموسيقى التصويريه، فيا ريت يعني نسمع الكلام ده منك والمقارنه الجميله دي وليه وصلنا للي وصلنا له الان. انت تقريبا قلت كل الكلام بس حلو الكلام ايه يسيده لكن شنو احنا بنتمنى انه الحاجه دي يعني الناس يوعوا للحته دي، وما في حاجه انه الناس تشارك بالرقص يعني، ونحن بنشوف الاغاليم الحته يعني الناس بيفتكروها ما متحضره، بنشوف الناس بترقص كلها في الافراح، في دق العيش، في الحصاد، في كل المناسبات الموجوده في العاصمه هي نفسها موجوده في الاغاليم. ايش معنى الاغاليم؟ الناس بنفتكرهم نحن ناس غوره وكده وهنا بيرقصوا وبيبتهجوا من غير ما يكونوا بيخدشوا حياه بعض ولا بيكون الرقص محرم. كل شيء بيقعد او حاجه زي دي. ايش معنى العاصمه؟ المحل بتاع الثقافه والعلوم، ايش معنى المفهوم يكون رجع بالشكل هذا؟ يعني انا لما مثلا لو نحن قد عملنا رقيص مثلا، يعني ما ضروري الرقيص يكون مثلا زي يعني طبق الاصل زي ما بيرقصوا الاوروبيين مثلا، الاوروبيين عندهم ثقافتهم حياتهم السوشيال لايف بتاعتهم وهم بيعملوا، لكن احنا عندنا برضه السوشيال لايف بتاعتنا وحياتنا الثانيه، يعني ما المردون ده بيرقصوا كابلز وكل الناس البهجه في العينين صح، عيون الناس اللي بترقص بكده، والفرحه اصلا ما بتتم الا ما بتتم الا بالحاجه دي. يعني الواحد هسه لو جابوا لي خبر
كويس جدا وجميل جدا، بيقوم ينطط من الفرحه. النطط ده ما رقص مش كده؟ ده رقص. ولذلك يعني الحياه دي ما بعيده، بس هي بتكون عاوزه ترشيد وعاوزه تهذيب وعاوزه مفهوم. يعني الناس ما ينقل مثلا الحاجه الغربيه تبقى الاصل، يعني زي ما بيحصل. يعني احنا عندنا برضه ثقافه هنا موجوده جدا، لو يتعمل بذاتها بتكون هي ذاتها مؤثره وبتفتح مجال كبير جدا. يعني زي ما تعزف التمتم او تعزف المردوم او تعزف الكمبله او ايقاع الكرن، لكن الناس يرقصوا فيه ويتفاعلوا فيه لانه اهله بيرقصوا فيه. يعني ايه المعنى؟ معلش يعني ما قطع الحديث، لكن لو احنا رجعنا للذاكره اللي ورا زي ما قال الاستاذ سهير سهام 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 انه زمانك نحن في الانديه بتاعتنا كنا بنغني والناس كانت بترقص. فليه زمانك الناس كانت بتجي فاميلي كلهم؟ فاميلي صح. يعني ناس يعني حتى في المناسبات من البيت عايز يجامل وخلاص بالضبط. يعني حتى المناسبات بتاعتنا في بتاعت الاعراس كان اهل العريس واهل العروس، فبالتالي ما يتم رقص ما بكون فيه مشاكل. يعني لو رقصت مع بنت بتكون يا بنت خالي يا بنت عمي يا بنت جدي وهكذا. حتى في الانديه الكبيره كان الرقص بنفس الشكل ده. يعني الناس اللي بيجوا في الترابيز الراوند تيبل ديل كلهم بيجوا اسر معروفه، كانت بتكون مش اسر هيك، اسر معروفه. وبالتالي لما يكون يرقص كان رقص عادي ما كان في اشكاليه. لكن حس عادي انا ما اعرف، انا ما عاد حسي الحصص شنو بالنسبه للخرطوم. الخرطوم المفروض تمشي لقدام، لبست قناع ما بعرف أنا طبعا مرات بقول حصل تريف للخرطوم، لكن ما بعرف الكلام ده صح ولا ما صح. لا ده كلام خطير يا استاذ علي، حصل تريف للعاصمه خالص طبعا. تجيل العاصمه، العاصمه كانت معروف شكلها كده. يعني كان ما عندنا اشكال في اننا نرقص مع بعض بتاع كوسره، ولا كان في خدش بتاع حياء بيقولوا استاذ علي. او نحن بندعو لانه الفنان هو اساسا بيستمد انفعاله من انفعال الجمهور اللي امامه وفرحتهم به وكذا وكذا. استاذ شحابيل يعني وقف دوما في صف المراه، وبنذكر انه الاستاذه زكيه ابو القاسم لها تحيه هي اول انثى تشارك في فرقه موسيقيه، وكان فرقه زوجها الاستاذ شحابيل احمد. كيف كانت الفكره في البدايه؟ والله طبعا الاسره اسرتنا واحده، احنا عايشين مع بعض. بعدين الاستاذه زكيه كانت متابعه الحياه الفنيه مما بدت بالعود، و يبدو انه انا عملت عليها تاثير شديد جدا. وهي بدورها كانت برضو متابعه طبعا الحياه الفنيه كلها موجوده، والاسطوانات في البيت فيه والحياه فيه. حتى لما بديت بالاول في الاذاعه كصوت جديد في ركن الاصوات الجديده بديت اغني، هي متابعه الحاجه دي، تاثرت بالجو الفني اللي حواليها. نعم. والآلات موجودة، يعني بتهبش الآلات وكده هناك، اتعلمت والصفارة اتعلمت الصفارة. يعني كان عندها تالنت كويس جدا وإنها تتعلم الحياة. حتى لما أنا جيت وعملت لأول مرة أعمل الجاز هنا حلوة العينين بتاعت زنون بشرى وقدمت اللونية المعروفة في المسرح، كانت آلة جديدة في البيت خشت الجيتار من العود وبرضه بدأت تهبش وكده وكده، فاتعلمت الجيتار. فطبعا حلوة العينين واللابس البمبي من أكثر الأغنيات اللي قدمتك للجمهور. حتى الناس أو النقاد بيقولوا إنه أنت والأستاذ عثمان ألمو تغنيكم باللغة العربية هو اللي قدمكم بصورة أكبر، بما إنك ذكرت حلوة العينين. اي طبعا هو الزول ما هو بيتبنى افكار صحيح، يعني انت بتتبنى الفكره وبتكون ليه داير تعمل الفكره. يعني انت داير تعمل تجديد تتبنى الفكره، لكن ما بتعمل كوبي او زي ما بيقولوا تعمل الحاجه برا زي ما هي. انت بتخط الافكار الجديده بتاعتك وفي نفس الوقت ما تفقد الهويه حقتك اللي هي باللغه العربيه، اغنيه فيها اخلاقيات ما تكون اي اغنيه، وتستفيد من التقنيه الموجوده والتكنيك الموجود كان هارموني ولا كونتر بوينت ولا الات مختلفه، وانت تخضع الاله لك. يعني الاله ما تجرك عليها،
لكن انت تاخذي على هاي الطريقه بتاعتك، وليش اللي انا تقريبا عملته؟ حسمينا حلوه العينين ولا حسميهنا يا الان؟ حسمناكم ابو شعور رفيقه. يا الله. من كلمات الشاعر رحمه الله راحل المقيم الاستاذ بشير محسن. مين ابو شعور رفيقه؟ بشير محسن. خلينا نسمع. طيب يا ابو شعور رقيقه تسوى حبي دقيقه، يا ابو شعور رقيقه تسوى حبي دقيقه، ورينا اللي في بالك كلنا الحقيقه، قول 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 الحقيقة.
نزرع للأمانة نعيد الذكريات، نزرع للأمانة نعيد الذكريات، يحلو الشمايل نسكر نبات، يا حلو الشمايل نسكر نبات، نظراتك رسايل كلماتك موسيقى، قول 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 الحبيب. يا هلا بالأهلة من جديد، وإحنا متواصلين معاكم من مطعم بابليون بالخرطوم، وأكيد في حضرة ملوك الجاز الأستاذ شرحبيل أحمد والأستاذ صلاح براون والأستاذ الصحفي طبعا عادل كلر، وزي ما بتشاهدوا بتابعوا أكيد مستمتعين بكل الشعور الرقيقة دي وبكل المشاعر والأحاسيس والغنى الجميل والوسيم. نعود للأستاذة زكية. يا أستاذ شرحبيل، والآن هي أصبحت منفصلة، عندها جروب لوحدها وكونت فرقة لوحدها وكذا، صحيح؟ لما أنت ما عرفت إيش هي خشت معانا كيف؟ انا حبيت اسمع على طول، لكن جايين عشان نسمع عنها. طبعا بعد التأثير اللي حصل ليا يعني انا يعني خطرت في بالي الفكره، لان الزوله دي طالما هي بتعرف عندها الاستعداد، ليه انا ما اخدتها في الفرقه، تكون معنا في الفرقه، بما اصل النصف الاخر بيكون دائما ما يكون مفقود يعني في الحته دي. فكرت يعني المراه بتشارك الرجل في حاجات كثيره جدا، في الزراعه، في الحصاد، في الشنو، في حاجات كثيره جدا، ليه ما في الموسيقى برضه ممكن تشارك اذا كان هي عندها الاستطاعه وكده. ففعلا طرحت البدايه، اي فعلا تقبل الناس واعضاء الفرقه كان كيف في البدايه للفكرة؟ لا، اعضاء الفرقه ما كان عنده معنى، لانه احنا في الوقت ذاك فعلا كنا محتاجين، لان الفرقه دي كانت مكونه من تقريبا يا رباعي او خماسي، وكنا محتاجين لاله ثانيه اضافيه اللي هي اله الريزم، عشان نوضحها، الاله اللي بتمسك الخلفيه الموسيقيه اللي بورا، فكنا محتاجين لريزم، وانا اللي جيت في فيها هي يعني قدر ممكن تعمل حاجه دي. فعلا وظفناها انها تعزف الريزم جيتار، وبدت معانا بعد مرور يعني احنا بدينا 60، هي اشتركت معانا في 64 تقريبا، بعد فتره من الزمن. اي جميل. اشتركت معانا واصبحت عضو مستمره توالي، وشارك في رحلات كثيره جدا، وفتحت الطريق والافاق امام جدا موسيقيات جدد وبعدين برضو مش كده وبس، برضو قمنا احتجنا لها برضو في الجيتار، في انها تشتغل آلة تانية، آلة البيز جيتار، فحولت من الجيتار الى البيز، وما زالت في البيز جيتار الى الان. هسه هي كونت جروب تاني، يعني عملت جروب نسائي كله. عملت خيانة في الحالة دي. التحية لها أكيد، وترفع القبعات لكل حواد تميز في مجال مختلف. نعم. هاي ابنتها نهى، نهى طبعا برضو درست بيانو، صحيح، تلعب معاه كيبورد، وعندهم فرقة وسموها سوا سوا. سوا سوا. سوا سوا نحو الأفضل إن شاء الله أكيد. أستاذ عادل، ما ممكن نتحدث عن الجاز وإلا يحضر الحديث عن الفنان الراحل عثمان ألمى له رحمه الله، فهو كان عزف كلارينيت مع أستاذ شرحبيل برضه. نتحدث عنه وعن تميزه في الفن ده وعن وقته وعنه بصورة عامة. رحمة الله عليه، وأنا أفتكر إنه يعني من الأسامي الحقيقة بتستحق إنه الناس تعد لها الاعتبار، وتضيف عندها كثير جدا جدا. واحدة من الحاجات اللي أنا أفتكر إنها ميزته إنه جاي من خلفيات متنوعة، عنده في أسرته البعد السوداني وعنده البعد الأفريقي اللي هو عنده أصول من أريتريا، من قومية الجبرتة اللي هم جزء من أهلنا في أريتريا، ولكن ذاك فان هم كانت وزن فيدرالية وزن إثيوبيا، فشغله بعد ذاك في الغواطة النظامية في البوليس،
الفتره دي اخذوا تاهيل زي ما تفضل قبل الاستاذ شرحبيل، كانوا بيأهلوهم على العز بتاع الموسيقى العسكريه، المارشات، القرب. بعد ذاك اتطورت المساله دي لانهم انفتحوا على الموسيقى الغربيه في اصول العلميه، فالذخيره دي بالاضافه لتنوع الخلفيات بتاعته دي اكسبوا يعني زي ما بيقولوا يعني قدرات موسيقيه عاليه جدا جدا. كان بيعزف على اكثر من 4 أو 5 آلات. تجربته دي هي زي ما فضلت اسلفت قبل شكلت الجريدين بتاع الفرق بتاعت الموسيقى الحديثه. افتكر قبل سنوات كان اتحاد فرق الموسيقى الحديثه عمل تليو تكريم، نعم، استدعوا جزء من اسرته قاعدين في درمان الثوره. افتكر ان الجهد ده مفترض يستمر يعني، وبالعكس شايف السي مع الميديا الجديده دي في شباب عاملين ويب سايت بدوا ينزلوا له اغاني مقطوعاته القديمه بدات تنزل تسجيلات له عشان الناس تعرف ذاته تتعرف على للاسف يعني جزء كبير من شبابنا موسيقينا بعيدين من تجربته دي، وحتى الدارسين للدراسات السودانيه للثقافه السودانيه في الاطار ده برضه بتلقى عثمان ألمو بعيد، احمد مرجان، محمد اسماعيل بادئ. محتاجين نوثق له ونلقي الضوء عليه واكثر وعلى مشواره الكبير اللي فعلا اسهم بصوره كبيره في موسيقى الجاز. لحن عربي كل عنده اكثر من 27 اغنيه ملحنه. نعاني من التوثيق للعمالقة بصراحة، يعني دائما في كل حلقة نتحدث عن ذلك، فحقيقي الصوت يجب أن يصل الإعلام وكل المختصين. أضيف يعني أتفضل جميع الرواد في فترات الطيب رابح في العقارب، الساوندرز، عمر عبده في العقارب ده برضه عبقرية لحنية كبيرة جدا جدا. الساكن بعيد الدار، حاجة كولين كولين وغيره من العبقريات دي مفترض تتخطى في إطار الصحيح. هو بالعكس نشجع لو عندنا شباب في كلية الموسيقى والدراما أو في كليات مناظرة نشجعهم نشوف لهم طريقة بتاعت مين حضروا دراسات عليها في التجارب دي عشان تتخطى في مكان البليغ بيها. المسألة ما تكون بس المنافسة في إنه إحنا الفرق تسافر للمهرجانات بس، حتى الناس اللي قدمت دي الشيء اللي قدمته ده يتخطى في إطاره العلمي، لان احنا ما نمول بحوث في انا بتمنى كنت اسمع لي زول حضر دكتوراه في تجربه استاذ شرحبيل، زول حضر ماجستير في طرد دراسات سودانيه او دراسات افريقيه موسيقى في تجربه فرق الموسيقى الحديثه، يعني تتخطى في اطار العلمي، نماذج، قوالب، مركبات اللي استخدمتها وغيره وتفاصيلها. فاتمنى انه كان المساله ان شاء الله ان شاء الله كل اقتراحاتك تكون يعني الان تابعت الناس وعرفتها. واستاذ صلاح يمكن انت عملت في سلاح المجرعات، ومعروف انه هذه الفرق يعني ساهمت بصوره كبيره في نشر هذه الموسيقى، سلاح الموسيقى، موسيقى البوليس وكذا، تكلمنا عن الجوانب دي هي اسهمت الى اي مدى في انتشار الموسيقى وموسيقى الجاز بصوره خاصه. والله تعرف انا يعني اشتغلت فعلا في فرقه المدرعات فتره، واشتغلت فتره في فرقه سلاح الموسيقى. الفرق دي عندما تم انشائها في الوحدات دي هو كان القرض منها انها يعني تغطي مناسبات الضباط وصف الضباط الموجودين في الوحدات دي، لكن المساله بعد ذلك بقت شكلها اخر. يعني الفرق دي انتشرت وكان لها وجود، وبالتالي بقت يعني عشان صف ضابط يلقى الفرقه بتاعت مدرعات موسيقى ده له شهرين عشان يلقى له، فبقت كلها للمواطنين المدنيين وبتاع، ودي يعني عملت على انه زادت الزخم بتاع الفرقه اللي كانت موجوده في الفتره ديك يعني مع ناس معروف عنهم انهم بارعين في تنفيذ الموسيقى طبعا. فبالتالي ساعدت في انه يعني الفرقه بتاعت الجاز ذاتها يعني زياده على التميز بتاعها انه يكون لها مساحات ثانيه اكبر يعني. وبعد ذاك الفرق دي ذات العسكريه دي شاركت في المهرجانات اللي كانت بتعمل الدوله باعتبار انها هي فرق عسكريه وبتاع، فكان بيدوها للمهرجانات، وبعدين سافرت برا برضه السودان، مثلا السودان في كذا. مشاركتك الغادمه معنا حتكون عن ايه؟
أو أي أغنية من الأغنيات. الأغنية الثانية يصير إن شاء الله أغنية اسمها كنت معاك عايش، ودي ما قال لك بيكشر حبيبي برضه من كلماتي أنا. من كلماتكم من ألحانكم من أدائك. أيوه إن شاء الله. عندنا زميلنا مرة مستضيفة فنان يعني بيقول لي إنه الأغنية من كلماتي ومن ألحاني ومن أدائي، قلت طب ما تسمع براك. خلينا نسمع معك، تفضل. كنت معاك عايش كل ايامي بس، لكن يا حبيبي اصفرك نجسم، لكن يا حبيبي اصفرك نجسم. عايش كل ايامي بسمه، كنت معاك عايش كل ايامي بسمه، لكن يا حبيبي اصفرك نجسمه، لكن يا حبيبي اصفرك نجسمه. كنت براك انت في بالي وخيالي، كنت براك انت في بالي وخيالي، اسكنتك فؤادي معرفت التجلي، اسكنتك فؤادي معرفت التجلي. كنت براك انت في بالي وخيالي، كنت براك انت في بالي وخيالي، اسكنتك فؤادي معرفت التجلي، اسكنتك فؤادي معرفت التجلي. كتبت شعري لك حذيت لحني، بكرة تعود ترجع تتربع في قلبي. فيك كتبت شعري لك حذيت لحني، بكرة تعود ترجع تتربع في قلبي. كم داريت حب في حدقات عيوني، هل خنت الأمانة هل نسيت الأماني. كم داريت حب في حدقات عيوني، هل خنت الأمانة هل نسيت الأماني. خنت الأمانة هل نسيت الأمانة. خنت الأمانة هل نسيت الأمانة.
شكرا استاذ صلاح وفرقة الرائعه، وهلا بالاهله من جديد. لسه بنسمر معاكم من مطعم بابليون اكيد بالخرطوم، وهذه السهره الاستثنائيه. انا شخصيا سعيده جدا، واكيد يعني احساسي ده ينتقل لكم من خلال الاعمال الرائعه اللي بتقدم. انا حقيقه عايزه اشكر الفرقتين، يعني فرقه استاذ شرحبيل وفرقه استاذ صلاح على الاداء الرائع والتوزيع الموسيقي العالي، يعني ابداع ولا احلى يا شباب، يعني تسلموا ان شاء الله. وبالمناسبه دي عايزين نوفي لبعض الموسيقيين اللي ساهموا في انتشار موسيقى الجاز بصوره كبيره، دحدوح، فؤاد علامه، الفونس، يا ريت نذكرهم على سبيل المثال. عدد كبير هو طبعا على سبيل المثال للحصر. مجموعه كبيره جدا طبعا من العازفين يعني مروا على التجارب بتاعت الفرق دي، يعني عامر ناصر ساكس، المرحوم ملاكو زودي في ابطايد اللي هي ليتر بقت ويليام اندريا، عازفين فرقه النسر اللي هي مرقت منها ديوم، فرقه ديوم، بعد ذاك الاصدقاء، بعد ذاك السول براذرز، مصطفى قسم الله، صلاح بشير، اما انا قسم الله برضو كمال حسين، ابراهيم حسين، في حامد عثمان، محمد عثمان، وبعدين حتى ناس السلاح ساهموا في الأول، ناس محمود عثمان ومحمد إسماعيل بادي زغل، عمك عبد القادر، عمك محمد مرجان، عمك بدر الدين عوض، وتلاقي في ناس كتار جدا يعني حقيقة يعني. مرحوم طارق أبوك. أي نعم. حدثناه في كندا أحمد تاور اللي هم ديل الروحة. أيوة. جاز الروحة ولا النومتس. مصطفى حمود. العقاري. القائمة تطول طبعاً. ده على سبيل المثال الحصر، وممكن نذكرهم لو ذكرناه من خلال الحلقة. أستاذ شرحبيل، بعد نجاح فرقتك وفرقة جاز العقارب ظهرت جاز الديوم بقيادة عمر عبده. واضواء بحري تقريبا. ايش كذا؟ اضواء بحري بقياده الاستاذ بدر الدين عوض اللي هو والد الاستاذه منال بدر الدين، لا تحيه ايضا. نعم. الفرق دي ازدهرت بصوره كبيره فجاه كده وفجاه اختفت. والله طبعا الكلام ده احنا زي مرينا عليك بيل كده. لكن ما في معنى نقول الثاني، طبعا الفرق دي هو في مسببات. اختبارك كان اميز الفرق الموجوده يعني. ايوه نعم. في مسببات كثيره، منها في ناس ظروف العمل، في ناس يعني خلوا الشغلانه ذاتها يعني كان ليها جمهور ومحبيه، كنتوا بتلتغوا بتبادلوا الافكار. الدار كان اتعمل في الفتره دي ولا لسه؟ كان الاتحاد تكون ولا لا؟ لا، في الوقت ذاك الاتحاد تكون تقريبا في فتره مبكره، لكن تكون قاعد في النجيل اساسا. اتذكر الفتره احنا كنت فيها حاولنا نعمل الاتحاد. نجيله ما فيها اي اسوار؟ ايوه ولا اي حاجه. بس هي طبيعه العمل الحر نتفتك وكذا، وحاولنا يعني مجهودات كثيره جدا، لكن اخيرا لقيته في 2005 في خرطوم عاصمه الثقافه العربيه، يعني قدرنا نخش انا وصلاح راح براون ومجموعه من هنا، لقيته نحن لانه عندنا مش دريبات يعني بنعرف الحاجات، وبعدين ذاته على حسب التصنيف اللي كان موجود دارين يخلوا كل القطاعات الموسيقيه تشارك، من ضمنها نحن سجاز ما بيقدروا ما يخلونا نشارك. فنحن لما شاركنا طبعا قمنا استقطبنا كل الفرقه حتى اللي كانت نايمه ذاته، مشينا هزيناهم كده قلنا يا جماعه دي فرصه عشان انتوا الناس اللي بعدتوا من الحكايه دي تجوا. فعلا جمعنا فرقة وعملنا اتحاد بسرعة جدا، لأنه ما كان ممكن يكون عندنا اسم بفرقتين ثلاثة أو أربعة. في الثمانينات كمان ظهرت فرقة زي فرقة ديفيد جروب اللي أسسها طبعا أستاذ أحمد داوود. ديفيد جروب هو كان عضو معانا، لكن قام يعني قامت الفرقة بتاعتنا فرعت عملت لها برانش. دليل على نجاح. أي نعم. فعملوا ديفيد جروب برضه كان معانا. هو انضمامه للفرقه نفسها كان هو كان لاعب جمباز في الاصل قبل ما يكون عازف درامز معاه. دي جبت المناسبه، احنا اصل الجروب بتاعنا كلهم اولاد الحله، كلنا جمباز وسباحه وبتاع هناك قبل حكايه الموسيقى دي كان طبعا هوايه ساكت. لما انا جات الفكره طبعا
طبعا طوالي قمت نقشت الاولاد الحلة الموجودين البرقصوا منو اي البرقصوا منو والبيغنوا منو والبيحبوا اللون ده ذاته. طبعا انت لازم تختار الناس بكون سلكتيف يعني بس انت تختار ده لانه ده بيعرف كده وده بحب كده هم اللي بيقدروا ينفذوا مثلا النوع ده من الشغل. فاحمد داوود رحمه الله عليه كان معانا في فريق الجمباز في نادي الموري ده ونحن كنا بنترحل كنا في نادي الهلال ونادي الهلال جينا نادي المورد كده نعمل كده البدايات كانت في نادي الهلال يعني نعم راعي الابداع في كل الحقب ف احمد داوود كنا في قعداتنا الخاصه دائما لما نكون طبعا بندندن قبل الالات طبعا الوسيله الوحيده الزول يدق في رجله كده ولا في الترابيزه فكان احمد داوود حريف جدا في الحته دي كان بيدق على الترابيزه ولا على رجله؟ على الاثنين لانه على الاثنين لانه كان برقص كويس برضه وكلنا كنا بنعرف نرقص لما جات الفكره بتاعت الفرقه طبعا قمت انا برشح الناس ده يكون كده وده يكون كده لما خلاص حتى نحن لما قدمنا الفرقه لاول مره كان احمد داوود بيرقص ومعه محمد عثمان شوقي وبابكر عوض وحسن سروجي اربعه دير بهنا ودير بهنا ونحن ثلاثة خطيرة ايوه نحن ثلاثة في النص واللي بيلعب درامز كان منو يا استاذ؟ نعم من اللي كان بيلعب درامز؟ ده لسه الوقت ده درامز ما في انا بلعب جيتار كوستيك بالنص وبهنا كامل الله يرحمه بجاي مندلين ومهدى علي بجاي مندلين مهدى علي طبعا رياضي كبير برضه كلنا بتاع جمباز فكانت الفرقة بدأت بالشكل ده علي نور الجليل بيجي لكن كان هو في الجامعة بيجي يوم الخميس نشوف الناس عملوا شو حسيف البرنامج ليه والتحية نحيوه من هنا لانه كان بيعزف لنا لما كنا في الفرقه كان هو بيعزف الكوردين بيانو لانه هو كان متخصص في البيانو المهم دي سيره طويله جدا فلما جينا في التكوين الحقيقي للفرقه بعد ما مشينا وفتشنا الدرم من وين والحاجات من وين بعدين نرشح الناس احمد ده انت الرجل ده تخليته يدق لنا انت امشي كده انت تسوي كده فكونت الحاجة بالصورة دي وأي زر عنده حبة تلنت في حاجة بسيطة كده بدينا ننميها له ساعدته في إنه ينمي مهارات يعني حسن سروجي كان بيرقص دائما لكن كان عنده بانجو البانجو قريب من الـ من الـ من الباس جيتار فأنا كنت مشيت جبت الكونتور باس لقيت كونتور باس عن فرقة الجيم ما اشتريته جبناه واتعلم حسن البس وهكذا بدات الفرقه يعني استاذ الشرحبيل ما كان فقط هو مبدع وبيبحث عن نفسه لكن كان بيحاول يساعد حتى المبدعين اللي حاولوا يكتشف كمان يكتشف عباقره في مجالات كثيره يعني اكيد التاريخ مسجل لك ده ودائما احنا يعني سعيدين بكل فنونك في كل مجالات الفنون المختلفه انا حابه اسمع منه اتفضل اساله ان حي سريع اللي هم الشباب اللي كان بديتوا تتعلموا منهم الجيتار اللي هم كانوا جزء منهم كونغوليين وجزء كانوا من رومبيك ايميل عدلان اي ثينك ايوه احساس الاعلامي ما ممكن طبعا طبعا شاركت طبعا انا لو احنا لما اشتريت الجيتار كان في الفتره انا كنت في ركن الاصوات الجديده الفتره بتاعت طبعا انا كان عندي خطين في خط ظاهر للناس هو العود كده وبعدين في خط بتحت تحت اللي هو الفتيش بتاع الجيتارات والشغل الغربي وهنا وانا داير اعمل الحاجه دي شغل مختلف فقمنا لقينا الجيتار في الدلاله قلت له خلاص اشتري الجيتار لكن طبعا وزنه لكن ابا نمره واحد دي توزن كله يعني في الاخر وزنه عود شكل عود ما فيه هارموني خلاص مو اللي زي ما اعرف لو استفدنا بس من الكلر تون بتاعته لكن كآلة كده توظيفا كده ما في جميل احنا عايزين نسمع منك اخر لحن يعني حلقه على مشارفه وحابين نسمع على اكثر ما نقدر من اغاني جمهورك يعني مشتاق ومشتاق نقول اغنية بتقول مشتاق احنا على طول مشتاقين لك مسكين الشوق لي زي شو كلمات الشاعر محمد احمد السركوتي برضه نحييه نشتاق مع بعض بتقول مشتاق مشتاق مسكين الشوق
زي شوقك اسمع بيا حاله ولا تسأل يا سيدنا ولا تفكر توصل بتقول مشتاق بتقول مشتاق 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 بتقول مشتاق بتقول مشتاق مشتاق سألت عليك السكة حتى كل المري لو شاف عيونك في نصية وعرفمت بيجي الحلوين شغلبنا وفاتنا وراك واحترنا معاك وحشنا ديما عليك سألين سألين شغلبنا وفاتنا وراك واحترنا معاك وحشنا ديما عليك سألين سألين مشتاق مشتاق بتقول مشتاق بتقول مشتاق 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 نسمة في عز الصيف برد جبينا وتبادر بعتابك تزعل وتقول قاسر مهما بكينا كمان برضك ناسي أسبوعنا نشوفك ولا تجينا ما أنت كمان برضك ناسي أسبوعنا نشوفك ولا تجينا عشان عارفنا بنغفر لك ونشتاق لك تتمادى وتدلل فينا فينا وعشان عارفنا بنغفر لك ونشتاق لك تتمادى وتدلل فينا فينا بتقول مشتاق 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 بتقول مشتاق بتقول مشتاق مشتاق مشتاق
شكرا للفرقة الموسيقية، شكرا أستاذ شرحبيل، وأكيد متواصل مع ملوك الجاز. أستاذ عادل، أنت سرحت كثير، بتقول مشتاق، بتشتاق لمين في اللحظة دي؟ مشتاق لحاجات كثيرة جدا، لأنه بالذات أستاذ شرحبيل يعني بصوته وبأداءه يعني بيسافر بيك في عالم آخر. جميل. بعد موات وبعد غروب لفرق الجاز مع احتزاري للقامتين الموجودين معنا، أكيد زي في بدت صحوة الآن لفرق موسيقى الجاز، تفتكر ده حنين ولا دي عودة بقوة ولا فجأة كده حصل إيه؟ هي حقيقة ثورة، لأنه الناس بدت تستفيد من المناخ بتاع المعرفة والتواصل مع التجارب ومع الآخر والآخرين في أشكاله الإيقاعية والموسيقية. جيل منفتح وعنده طول لأنه يعرف، أكيد عنده الحياة الحقيقية اللي هي بدأت تشكل لنا في شكل الفرق اللي بتظهر هنا وهنا وهنا وهنا، لكن مواجهين بتحدي إنهم هل هيقدموا منتج بشكل سوداني ولا هيكون بشكل غربي. في علاقة أو آخر بين الراب والجاز؟ موسيقى الراب والجاز ما في علاقة، ما في علاقة، بس نفس الهجمة اللي اتوجدت ضد اللونيتين يعني. يعني نفس التفضيل، انه ده نمط موسيقى قايم بشكل محدد مقابل اشكال ثانيه ممكن تكون ما محبسه او ما مفضله للشباب دي. الثوره بتاعت الهيب هوب والهنادي عندها علاقه بالتمرد، النسق العمري المعين وكده، لكن افتكر انها هي حاجه ايجابيه، لكن مفترض الناس تحاول تصل لمرحلة خلق أرضية مشتركة بين الأجيال. الناس دي تسمع القديم وتشوف بعد ذاك دارة تقدم شنو جديد من اللي عندها، عشان ما نكون بنقدم فن منبت ما عنده جذور موروثة في التربة وفي التربة الإيقاعية الغنية جدا في السودان. وفي الجاز خارج الخرطوم، يعني جاز بوليس السكة حديد وجاز كادوغلي، نتحدث عن فرق الجاز. ايوه، عبد اللدين، ناس عندهم من اشهر الحان ام نيسونا ومجموعه من الاغاني، يعني اللي كانت من اقوى. عمر عبده لا مش ام نيسونا، سوري، مش احمد هنا، سكه حديد عبد اللدين. فدي التجارب دي يعني افترض الناس تسمعها عشان تنمي على. عجبتني جدا جدا قبل سنوات منال بدر الدين لما قدمت الاغنيه بتاعت كفايه امزح، مع انها هي من اعمال فرقه الجلانواس وقبال وغناوي اليمن دريف. الاستعاده بتاعت القديم وتقديمه في قوالب جديده دي حاجه جميله جدا. ويليام اندريف. بما انه الناس تمشي في الحياه دي، حاجه اخيره بس اقولها في السهره دي، سنه 82 كان زار السودان المستشار العالمي جيمي كليف، كان قاعد نازل في الفندق الكبير، افتكر او واحد من الفنادق الكبيره في الاداره، في شارع الجمهوريه، شارع القصر، ايش شارع القصر، اي في واحد من الفنادق الكبيره، شارع القصر اسمه شنو؟ شارع القصر ده والزمن ذاك ما كان اسمه شارع، اسمه شارع فيكتوريا. شارع فيكتوريا. انت بتسال زمان شارع فيكتوريا ولا المريديان؟ المريديان. فنزل لقى الناصح عليه الريجنسي، نزل لقى انه في فرقه سودانيه شغاله اخر اسطوانه لجيمي كليف، زي ما قال الكتاب زي ما نقوله. فقعد فتره في السودان، اتعرف على موسيقيين، زار حتات، نتيجه الحاجه دي لما رجع طلع البوم او استوانا بانجومان، الموسيقى بتاعته كلها قايمه على التنويعات من ايقاع النوبة السوداني. فشوفي انه السودان ممكن يكون غني كيف اذا لقى الطريقه اللي يتقدم بها. يعني عندنا سراء نغمي وايقاعي، ده لو اشتغلنا عليه، وده المفتاح بدايه الحلقه اللي قلنا ان احنا حاول نصل العالميه، العالميه زول بيصلها بالمحليه بتاعته. تعمل ادابتيشن تتبنى الموسيقى الجزائريه في عمق المحليه. الموسيقى الجزائريه وصلت بايقاع المحلي، الهايف في يب في نيجيريا وصلت الاسيوبي بايقاع المحلي، النيجر حتى الخلايا، الخلايا وصلوا في الغنيان وغيره وصلوا بايقاع المحلي. هو طبعا تبني الايقاع هنا مهم جدا جدا، لانه هسه ليه مثلا الريجي والسول ميوزك والسامبو والرومبا اشتهرت ليه؟ ما دي قاعات محليه. نحن ليه كمان حاجاتنا دي ما تبقى؟ نتمنى ذلك. وكنت بدعوه عدد من الفرق العالميه طبعا، وفي فرقه امريكيه كانت في مهرجان قريب
وقمت بدعوته وكان مهرجان رائع برضه صحيح؟ احنا في الحقيقة ما كانت مباشرة منا نحن لكن كانت من المراكز الثقافية يعني الألمان أكثر من مرة جابوا فرق من عندهم ومرة أظنهم عملوا وركشوب مع أخونا شرحبيل أنا قدمته وقدم موسيقى جاز عديل ياس ما هو شفت الغنى ما هو الغنى بتاعه ما غنيته رغم ما هو تعرف شنو هو تعرف ما هو تعرف شنو قدمناه في المتحف موسيقى جاز ذاتها مركبات موسيقية معروفة صحيح يعني هاسي ستير الأثيوبية دي مشهد أثيوبيا ركبت إيقاع التمتم ده في قوالب موسيقية بتاع جاز فالجاز هو مشكلة يعني ممكن احنا على اي ايقاع من الايقاعات هسي عندنا واحد اسمه عباس دلوقتي هو في المانيا ده على ايقاع المردوم بيلعب راب على ايقاع المردوم بيلعب راب الفكرة انك ما تخرج خارج التركيبة الهارمونية للقطعة الموسيقية المحددة الموجودة تلعب داخلها ترتجل تبدع تضع بصماتك زي ما انت عاوز الله عليك جربت البوم برضه اللي فاطمة شبلي برضه شغالة شغل سمح جدا في نيويورك برضه ايقاعات سودانيه وبرضه شغال على النوبه في قوالب بتاع البلوز هسه شايف انت هنا نعم تقديم موسيقى جاز صافيه يا استاذ شرحبيل انت لفت نظري لما قلت انك قدمت من خلالنا موسيقى صافيه كيف كان التقبل والتفاعل معها من خلال الجمهور واحنا احتجنا على التفاعل مع الغناء فقط نعم طبعا بالنسبه لي ذاته كان تحدي لانه كان بتجي فرق من برا كثير بتعمل ورك شوب هنا وانا ما بحضر ما كان بيكلموني بعدين انا ما كنت بزعل لكن كنت بس بقول يا ريت لو تجي فرصه زي كان عشان اقدر اقدم حاجه وفعلا ناس المركز الالماني قاموا ضربوا لي وقال لي يا اخي احنا دعينا عازفين بتاعين جاز من المانيا اذكر اسمهم واحد اسمه غيرهارد والثاني اسمه هوجو واحد بيلعب ترمبون والثاني بيلعب تنر ساكس فكانوا متشجعين جدا بس انا كنت اشترطت انه ده اعرف ان ده هم بيلعبوا يا تولون من الجاز كلاسيكال جاز ولا مودرن جاز ولا بوب جاز فقلت ان شاء الله يكونوا بيلعبوا بوب جاز لان البوب جاز تكون بناسب مع قدرات حقاتنا هنا انا شخصيا طبعا برضو غير الغنى اللي جبت عندي برضو طبعا في التيش كده عن الحكايات انه كيف اعمل موسيقى فعلا جاز عاديه جاز بمسمى بتاع تركيب الجاز العالميه ذاته والجاز طبعا بيعتمد على القدره التكنيكيه بتاعت الزول والامبروفيزيشن اللي هو الارتجال ده بيعتمد عليه الموسيقى البوب حتى الموسيقى الكلاسيكيه برضو في جزء مكتوب يعني بيعملوا له نوتة الناس بتعزفه وجزء ما مكتوب فالناس دي اللي قاموا جه هنا فعلا انا عرفت انهم بيلعبوا بوب وفعلا نفذت معاهم يمكن اعمال بمسمياتها لاف اند بيس فريندشيب امبريشن وشلت برضه تيمه من الحقيبه عملت لها تنميه بالجاز ولعبنا معاهم لعبت بصمتك الخاصه بعدين لعبنا معاهم الشغل اللي جابوهم ذاته فعملنا زي 9 اعمال فانا ذاته كنت مندهش في النهايه طبعا عملت سلكشن لمجموعه من الشباب من هنا يمكن تعرفون محمود توتو وكريستوفر في الدرمز علي كشه في الكيبورد وهناي محي الدين حماد في البيز وانا بلعب الجيتار طبعا النحاس بقى معايا ناس الورك شوب فقدمنا طبعا العمل ده في بيت السفير كدقة أولى زي تمرين كده بعدين جينا عملناه في مسرح حضروه ناس كتار في المتحف القومي وانا كنت مندهش جدا يا رب دين نحن ولا غير حصل ففعلا قدمت الحديث مع هذه الذكريات اكيد يعني بيعود بين لايام ولا اجمل نتمنى انها تعود من جديد ولكن زمن الحلقه انتهى انا ما حسيت بيه بصراحه وكنت بتمنى انه يعني الحديث اجمل والغناء اجمل ف الواحد ما بيتمنى ان الزمن ينتهي لكن وصلنا للختام اخيرا بسرعه كده موسيقى الجاز مفترض انها ترجع رساله او نداء لمن توجه والله ده بيتوقف عليه زي ما بيقولوا كم ضلع كده هم يساهموا في عمليه ظهور الجاز
حتى نسجات ذاتهم هم برضو مسؤولين من الحتة دي، لأنه لهم لازم يبدوا إبداع شديد جدا عشان يقنعوا الناس ذاتهم بإبداعاتهم. ونتمنى إنه الناس الوسائط الثانية اللي احنا محتاجين لها تفتح أبوابها للناس إن شاء الله، وتخلي هذه النوع من الموسيقى يمشي، وحيكون نوع مفيد جدا جدا، لأنه هو بدي الأمل الجديد للموسيقى السودانية الحديثة. أنا بعتقد كده له وزنه وله قيمته وله وجوده. نعم. أكيد في الميدان الغنائي السوداني. أنا أتأكد هو ما حيطلع من المسار بتاع الموسيقى، لأنه حيحصل تبني للحياة اللي ذكرناها قبل شوية، تبني للإيقاعات السودانية وخطها في إيقاع الليل إن شاء الله. إن شاء الله رسالتك تصل أستاذ عادل. يعني نورتني كثير اليوم، وأخيرا بسرعة كده الكرة في ملعبك. تسلمي. أتمنى بس إنه في الفترة الجاية، وبالذات بعد رفع العقوبات الأمريكية عن السودان باعتبارها نقطة مرحلية لحاجات كثيرة، أتمنى إنه الحكومة تراجع سياساتها فيما يلي، السياسات الإعلامية تحديدا، يعني فيما يلي اتجاه الفنون بشكل عام، واتحاد فرق الغناء الحديث على وجه الخصوص فتح مزيد من المنابر الإعلامية الرسمية اللي هي التلفزيون والإذاعة بشكل مكرس للناس ديل. أتمنى مزيد من الاهتمام من قبل صحافتنا في جانب التوثيق. أتمنى حاجة تانية، يكون في انفتاح مجتمعي في القوانين اللي بتضبط حركة الناس والأجساد في الشارع العام، باعتبار أنه جزء من الموسيقى ده مربوط بالترفيه، مربوط بالرقص، مربوط بالحركة، فده بيتطلب مراجعة كثير من الشيء اللي بيتحكم في الحاجة دي. سعيد مرة تانية بالوجود في ضفاف زرقاء وفي قناة الهلال، القناة الحبيبة ذات الجماهيرية العالية، وسعيد بحضوري معك سهام ومع الأساتذة، لي كل الفخر. نحن أكثر سعادة بوجودك، وتعرفنا على مناسبة لقب براون وملك الجاز كلر المناسبة. هاوي بتاع تلوين بس هاوي شديد. لا واضح. أستاذ صلاح براون، يعني لك التحية حقيقة، شرفتنا اليوم، وأخيرا الكرة في ملعبك. أنا زي ما قال أخونا دكتور شرحبيل، الرسالة بتاعتي في الأولى بتكون لأعضائنا، أعضاء الاتحاد في الموسيقى الحديثة والجاز، بقول لهم يا جماعة كده تعالوا كده وقعدوا وخلوا الاتحاد يرجع إلى أصله، وبعدين نشوف كيف نعالج مشاكلنا الأخرى. ضعوا الكرة واضح. يس. خلونا نفهم الحاصلين. نحن نفهم الحاصلين. الرسالة طبعا وجهة للسيد الوزير باعتبار أنه هو مسؤول وزير الثقافة. نعم. والإعلام، وهو مسؤول من الأمين وبتاع. أنهم بالله يدوا مساحة شوية كده للفرق بتاعتنا دي. مجلس القمر على الثقافة والفنون، بالله أشركونا في اللجان بتاعتكم، عشان لما نكون في مهرجانات، لما نكون في احتفالات، لما نكون في وا 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 يعني نكون موجودين، نكون عارفين الحاصل شنو. شكرا لكم في قناة الأهلة. يعني احنا سعيدين جدا الليله بهذا الوجود. اسعدتونا والله كثير اليوم. نامل انه هذه المسائل تتجدد وتمشي لقدام ان شاء الله، وزي ما قلت تفتحوا لنا المجال عشان الفرقه بتاعتنا تصحر وتصل للجمهور. حبابكم 10 على طول، القناه فاتحه لكم ابوابها. واخيرا حنختم بايه؟ هاي اسمها الاخيدر. الاخيدر على ايقاع المردوم طبعا، هي كلمات اخونا احمد علي محمود. جميل. بها هنختم هذه الحلقة إذن الأحباب. كانت هذه هي الضفاف الزرقاء لهذا الأسبوع، إلى أن نلتقي في ضفاف أخرى، كونوا دوما على الموعد. We'll be right back.
الخير ترجع بدري بترجع يا من سنجا الخوف ما بيرجع ترجع بدري بترجع يا من سنجا الخوف ما بيرجع رجل دهلتو القبيلة بتعرف رجل دهلتو القبيلة بتعرف سلاح بنا جاي من يالا سلاح بنا